والصحافه وخلافه، وهذا هو الذي يساعد مصر انها تقف في مواجهه المخططات التي تستهدف تدميرها. برضه مطلوب برضه من سعادتك برضه من احنا كمصريين ان احنا الالتزام، يعني حد مثل بسيط مثلا بالنسبه لبرشلونه، برشلونه بقى في اقليم كاتالونيا، هذا الاقليم هو اغنى اقليم في اسبانيا، وبهذا الاقليم بيطالب بالاستقلال عن اسبانيا، وهو عنده ثروات هي عنده 7 انهار بيمر في كاتالونيا، والذين يتحدثوا اللغه الكاتالونيه، هي اللغه مختلفه عن اسبانيا قريبه لكنها مختلفه برضه، 11 مليون نسمه من 46 مليون نسمه. ورغم ذلك لما ارى اي لاعب من لاعبي برشلونه اللي هم اصبحوا اسياد العالم في كره القدم النهارده، ما فيش واحد رفع اي اشاره تطالب باستقلال هذا الاقليم. يعلم جيدا انه لو ادخل السياسه في الكره سيتم في هذا التوقيت بالذات معاقبه صارمه، وسيتم كمان تعويض الشعب او امن الشعب الاسباني من امواله، عندما يكون هناك الانسان يشعر انه هيدفع تعويض هيتوقف. هو ده مهم جدا ان الانسان يلتزم، مفيش حاجه اسمها واحد جاب لي جون او واحد جاب لي كذا او واحد عمل لي اي شيء. مثلا اولي اونس في المانيا على سبيل المثال رئيس نادي بايرن ميونخ حمل او مدير عام النادي حمل كاس العالم سنه 74 مع برايتنر وفرانس بيكنباور القيصر ونجوم كاس العالم 74 في المانيا، وبرغم ذلك وهو قاد المانيا النهارده خط بايرن ميونخ الى ان يكون احد اعظم انديه العالم، وهو النهارده يتربع على راس العالم بعد ان فاز بكاس اوروبا، ورغم ذلك عندما اخطا ونقل بعض امواله من المانيا الى سويسرا خضع لقضيه تهرب ضريبه 20 مليون دولار يورو. يعني في حاجه اسمها ان انسان حتى لو قدم للبلد اللي هو عايش فيها زي اولي اونس كاس عالم وكاس اوروبا واسياد العالم النهارده بايرن ميونخ في العالم، رغم ذلك لا، عندما يخطئ لابد ان يحاسب. طبعا كان في استقبال الكاس عند وصول المطار مجموعه من الوزراء، وزير الرياضه ووزير الشباب ومجموعه اخرى من المسؤولين. الكاس برضو كان في زياره لقصر الرئاسه الجمهوري واستقباله السيد المستشار عادل منصور رئيس المؤقت للبلد. كيف ترى الاهتمام السياسي بهذا الحدث، وازاي نقدر نستغل الحدث ده للتاكيد بالفعل على عوده الامن لمصر؟ هو وصول الكاس الى مصر في حد ذاته دي رساله من المجتمع الدولي، لان الاتحاد الدولي ده جزء من المجتمع الدولي، يعني الناس الذين اعضاء الاتحاد الدولي لكره القدم لا يقلوا عن اعضاء الامم المتحده، فهذه رساله من الاتحاد الدولي الى مصر، ومصر في المقابل عندما يقوم رئيس الجمهوريه ووزير الشباب ووزير الرياضه باستقبال الكاس فهي برضه رساله اخرى الى المسؤولين عن كل. هل ده هو المتبع في كل الدول اللي بيمر بيها الكاس؟ لا على الاطلاق احنا مستهدفين. انت عندما تكون مستهدف لابد ان تتحرك وان تستغل كل حدث مهم جدا لكي تقوم ولكي تساعد اقتصادك، لان انا عايز اقول في نهايه المطاف ان السياحه بالذات اللي هي بتتوقف كثيرا على الامن، وكره القدم اللي بتتوقف على الامن، لان المدرجات لو ما فيهاش امن مش هيكون في كره قدم، فالاثنين دول بيشغلوا بشكل مباشر وغير مباشر اكثر من 35 رساله للرئيس للكاس بشكل خاص. هي رساله من الرئيس عادل منصور الى العالم ان العالم وثق فينا، ونحن في المقابل بنثق في العالم ونسخ في مؤسسه الدوله، وهذا الكاس امن وان شاء الله كره القدم ستعود. ده يخلينا استاذ علاء نروح للمباراه، يعني برضه المباراه جايه في نفس الاسبوع، فكره توقيت وصول الكاس في نفس الوقت اللي هتقام فيه مباراه مصر وهنا والقلق من فكره تامين المباراه، ويعني ولا قدر الله حصلت اي احداث يعني ازاي وجود الكاس وتوقيته في نفس اسبوع اقامه المباراه ده برضه بيعكس حاله من الطمانينه ربما او المليون المية بيعكس حاله من الطمانينه. وحتى اعتقد ان سفير غانا في القاهره نفسه اعترف قال لك ان البلد فيها امن وامان، يعني انا بقول لحضرتك انا جاي دلوقتي حتى التلفزيون ما بقاش قدامه قوات جيش، يعني عايز اقول لك النهارده عندما ينسحب حتى الجيش من الشوارع هو الجيش متواجد لكنه يراقب من بعيد حتى لا يكون هناك اي تجاوزات. لكن في الواقع اما سفير غانا يتحدث ويقول ان هناك طمانينه وان مصر في امن وامان ده مظبوط. هو في بعض لعيبه كره القدم الغانيين اللي هم المحترفين بيكون طبعا مؤمن عليهم باموال كثيره وبيكونوا مش عايزين يلعبوا، بيكون عنده مباريات في فرقه اللي بيلعب بيها في اوروبا، فبيتحدد ويقول لك بدل ما انزل مصر طب ملعب مثلا في انجلترا العب في فرنسا انقل المباراه للخارج عشان تبقى الامور قريبه بالنسبه له وما يتعبش نفسه. فاعتقد اكتر من كده ما فيش، يعني هي عمليه. والى جانب كمان ان هم يعرفوا ان مصريين قادرين كمان ان هم قد يعوضوا، ما حدش يعرف، بس كره القدم دي ما لهاش كبير، ممكن جدا تلاقي فريق بيتغلب 6 مرة واحدة، ممكن فريق يعني كره القدم بيحصل فيها كل حاجه. اعتقد هي محاوله برضه منهم لاحباط المصريين واحباطنا من المصريين لكي لا يستطيعوا التعويض. ليه ما تمش دعوه المنتخب امبارح لزياره اللي يكون موجود عند وصول كاس العالم؟ هل مش كان ممكن ده يبقى دافع للمنتخب لما يشوف الكاس قدامه براي العين ان هم
زي ما حضرتك بتقول احنا عندنا العامل النفسي غالب شويه ومهم جدا فعلا، فليه ليه ما حصلش ده امبارح؟ ليه ما كانش المنتخب موجود؟ والله هو في وزير الرياضه وفي يعني لاعبين، كان احمد حسن اعتقد موجود امبارح، يعني هو كان من نجوم كاس العالم وخلافه، لكن قد يكون اللعيبه عايزين يبعدوهم في هذا التوقيت عن اي مشاكل، عن اي ضغوط، عن اي ضغوط ان هي قد يتعرضوا ليها، على اساس ان هم اليومين دول برادلي انا عارف ان هم حاططهم في معسكر وان هو بدا يعدهم اعداد جيد بدني ونفسي لكي يستطيع، ان هو حتى برادلي اعترف ان هو لم يكن يعني ما كانش يعرف حكايه ان الجوهري وحسن شحاته بيثيروا النزعه القوميه والوطنيه في قلوب اللاعبين قبل المباريات باغاني وطنيه وخلافه، فهو اعتقد النهارده بدا يشحن دول، وتواجدهم ان شاء الله هيكون في الملعب باذن الله ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله. طب استاذ علاء، يمكن كاس العالم مش اول مره يجي مصر، الكلام ده حصل من في 2010، يعني هل الموضوع كان بنفس الطريقه ولا المره دي الاستقبال كان مختلف، ويمكن الاحتفاليه اللي هتقام، ولا كان نفس الاجراءات تمت المره اللي فاتت؟ لا هي اجراءات امنيه، اجراءات الاجراءات الامنيه آه. فكره لا الفكره طبعا مختلفه، مصر سنه 2010 السياسي مليون المية ما كانتش بحاجه الى ان تقيم له اي احتفال، لان كانت السياحه احنا وصلنا سنه 2010 الى 12 مليون سائح في مصر، يعني رقم كبير الى حد ما، ولان مصر ممكن تكون الدوله السياحيه الاولى في العالم، يعني انا بقول مثلا يعني في الفتره الاخيره مثلا البعض يقول ان الاخوان المسلمين تعرضوا ما لم يساعدهم احد او تعرضوا لضغوط، انا بقول لا بالعكس، ده الانظمه اللي حكمتنا، على سبيل المثال جمال عبد الناصر تعرض لمحاولتين اغتيال، السادات قتل، مبارك تعرض ل 31 محاوله اغتيال، ضربت السياحه في اسوان، ضربت السياحه في الاقصر، ضربت السياحه في الجيزه، ضربت السياحه في شرم الشيخ، في الغردقه، فلو كان في امن، اصل السياحه امن، انا راجل سايح رايح انبسط، اما تروح تقتلني هاجي لك ليه؟ فانا بقول لحضرتك لو كانت ال 60 سنه او 70 سنه الاخرانيين كانت مكان هناك امن في مصر، كانت مصر وصلها 80 مليون سايح، لان فرنسا وانا كنت مدير مكتب الصحافه والكتابه بنبخش خاصه في باريس لسنوات طويله، 65 مليون نسمه بيزورها 80 مليون سائح في السنه، وفرنسا ليس لديها المقومات التي تؤهلها ان هي يكون عندها 80 مليون زي مصر، يعني مصر عندها اثار، عندها شمس، عندها شواطئ متراميه الاطراف واجمل شواطئ في العالم، اجمل حتى من شواطئ فرنسا كانوا نيس ومونت كارلو، فاعتقد ان الامن هو ده، لو كانت مصر لديها الامن من عشرات السنين لكان السائحين النهارده مصدر دخل لمصر كان وصل الدخل القومي منها 30-40 مليار دولار. لو رجعنا للشام الرياضي ووجود كاس العالم في مصر لمده 3 ايام، ازاي تقدر المنظومات الرياضيه او المنظومه الرياضيه بشكل عام تستغل هذا الحدث للترويج لاعاده عوده النشاط مره اخرى؟ طبعا مهم جدا، اول حاجه اللي هيحصل احتفاليه كبيره تحت سفح الهرم، دي لوحدها رساله الى العالم ان الهرم مؤمن، لان الهرم ده هو يعني رمز السياحه في العالم اجمع، او رمز الاثار في العالم كله، ده هو اهم اثر في العالم النهارده هو الاهرام، طبعا مش عايز اشك في هذا، فهذا الحدث لحد في حد ذاته يعد رساله الى العالم، نمره واحد، نمره اثنين برضو في نفس الوقت تواجد الجموع المصريين، وقد يكون لاعبي كره القدم لو بعضهم ذهب الى الاحتفاليه بتاعت سفح الهرم، قد يكون ذلك تشجيع برضو لمشجعي الانديه المصريه المتحمسين منهم واللي خرجوا عن اطار التشجيع المثالي، ان هم يروا ان هؤلاء اللاعبين يعني متواجدين، وان من الافضل لمصر ان هي يكون عندها مشجعين زي المشجعين بيشوفهم، مش هقول في اوروبا، في افريقيا، في افريقيا لا يوجد اي مشجع بيخرج عن الاطار، حتى لو هزم الفريق بتجد الشعب الناس كلها بترقص المدرجات، فلازم ناخد برضه الامور بسهوله، نتغلب ست ممكن تحصل طبعا، هي مش سهله، لكن برضه في نفس الوقت كره القدم فيها كل حاجه، ولازم نتقبل الهزيمه ونتقبلها بروح رياضيه علشان يبين قد ايه احنا عندنا تسامح، الانسان التسامح، لانك لو ما تسامحتش في الرياضه مش هتتسامح في الشارع، لو واحد زقك هتضربه، لو واحد كلمك هتقتله، فالتسامح في الرياضه ده مهم جدا. طيب بغض النظر عن النتيجه وبنقول صعب تعويض الفارق، لكن ايه المطلوب من منتخبنا علشان يعني يذهب بمظهر مشرف خلال المباراه القادمه اللي هتكون يوم الثلاثاء ان شاء الله؟ يعني انا تقديري ان هو لازم يبدا في الاول يحاول يحط جون في الاول او جونين، لو قدر ان هو في الاول يحط جون او جونين هيبقى عامل ضغط على غانا، فهذا العامل الضغط قد يكون حتى لو جبنا نتيجه كويسه مش شرط خمسه، يعني احنا المفروض نكسب 5-0، لكن لو قدرنا نكسب 2-0-3-0 ده بيؤكد ان الكره المصريه تزال زعيمه العالم الافريقي، افريقيا، واحنا ابطال افريقيا 3 مرات متتاليه، احنا اكثر دول نحمل الكاس، عندنا رقم قياسي في الفوز بكاس افريقيا، ما حدث هو ظروف داخليه حصلت ثوره في مصر وحصلت ثورتين في اقل من سنتين، الثورتين مليون المية بيؤدوا لو اي دوله في اي في دول العالم حتى لو هي دوله كبرى قامت فيها ثورتين خلال سنتين، اعتقد ان مؤسسه الدوله ممكن تقع، وكره القدم احدى مقومات احدى مكونات مصر، لان كره القدم هي احنا عارفين قد ايه الاهتمام الشعب المصري بكره القدم، وهي اللعبه الشعبيه الاولى في العالم واصبحت صناعه. مطلوب من الجماهير جمهور كره القدم اللي هيبقى حاضر المباراه، يمكن احنا شفناه في نهائي افريقيا مع الاهلي واورلاندو،
كان الحقيقه ظهر بمظهر جميل جدا والمباراه عدت بسلام وما حصلش مشاكل. ايه المطلوب من جمهور مباراه مصر وغانا؟ والله المطلوب من الجمهور ان يلتزم، وان انت ما هو احنا المشجع مشجع ولاعب كوره لاعب كوره والسياسي سياسي. احنا للاسف في الفتره الاخيره كله دخل بعضه طبعا. وكان في للاسف تمويل خارجي، فانا ممكن الاقي مجموعه من الشباب المتحمس اقول له طب خد بقى وخش كسر خش. وبرده الانسان برده لما يكون في سن 13 و14 و15 و16 بيسهل التاثير عليه، سواء بالمال سواء بالافكار المتطرفه وخلافه. فانا عايز اقول له ان انت في النهايه انت اللي بتحضر المباراه وانت اللي بتستمتع. عدم وجود كره قدم في مصر انت اول الخاسرين، انت اول من بيتواجد في هذا المكان. وفي نفس الوقت انت كرجل مسلم انت بتقطع عيش لاعبين. يعني عايز اقول له ان مثلا اذا كان الاهلي والزمالك بيلعبوا في بطوله افريقيا، فهناك لاعبين كتير جدا في انديه اخرى سواء درجه اولى او ثانيه او ثالثه في بعضهم بيسوق طوقته النهارده. فانت ازاي تبقى راجل حتى انت يعني راجل مسلم وراجل مؤمن وبتعرف ربنا سبحانه وتعالى وعارف ان في لاعبين مش قادرين يعيشوا في وقت ان في لاعبين بياخدوا 2 مليون جنيه و3 مليون جنيه، ده حتى ضد حتى ان الجماهير تلتزم بالقواعد وبالنظام المأمور بخروج المباريات. يا ريت ان شاء الله دي اهم حاجه باذن الله. بشكرك استاذ علاء الرياضي على وجودك معانا. ومشاهدينا قبل ما نتحول لمتابعه موجز الانباء نذكركم باهم العناوين.